بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 56. ما زلنا مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وقد انتهى بنا الكلام إلى قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ذكر الله سبحانه وتعالى من يعذر بترك الصيام في رمضان بشرط أن يقضي ما أفطره من أيام أخر من غير رمضان، وهم المريض. من كان منكم مريضا، والمراد المرض الذي يشق معه الصيام مشقة ظاهرة، أو نصح الأطباء المختصون بأن الصيام لا يتناسب مع حالة المريض، وأمروه بالإفطار، فهذا يفطر. فإن كان يرجى شفاؤه فيما بعد فإنه يجب عليه القضاء إذا شفاه الله واستطاع أن يصوم. أما إن كان لا يرجى له شفاء كالمريض المزمن فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار نصف الصاع عن كل يوم، وهو كيلو ونصف تقريبا من الطعام يدفعه للفقراء، ويكفيه ذلك عن الصيام، لأنه لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء، فأوجب الله عليه الفدية بدل الصيام، وذلك في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى يطيقونه يعني يشق عليهم الصيام في رمضان وفي غير رمضان، لا يرجى لهم وقت يتمكنون من القضاء فيه. فهذا النوع من المرضى يقدم الفدية وليس عليه صيام. وكذلك الكبير الهرم الذي معه فكره ولكنه لا يستطيع الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا بسبب الكبر والهرم، فهذا أيضا يطعم عن كل يوم مسكينا فدية، ويكفي ذلك في حقه عن الصيام. وأما من زال عقله، من زال عقله بجنون، من زال عقله بالجنون أو بغير الجنون، فإن كان يرجى زوال عقله، فإن كان يرجى رجوع عقله وإفاقة وترجى إفاقته من الجنون،
فإنه يقضي، أي إنه يقضي في أيام صحوته ما فاته من صيام رمضان بسبب الجنون المؤقت الذي يأتي أحيانا ثم يزول، فإذا أتاه في رمضان زال عقله ولا يستحضر النية ولا يستحضر الصيام، فهذا إذا أفاق وذهب عنه الجنون فإنه يصوم بقية رمضان ويصوم، إن كان الجنون مؤقتا يقضي ما فات عليه. أما إذا كان الجنون مطبقا دائما معه أو ليس له عقل أصلا فهذا لا شيء عليه، هذا غير مكلف، زال عنه التكليف، قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فهذا هو المريض وما يلحق به ممن يباح لهم الفطر في رمضان والقضاء من أيام أخر إذا استطاعوا ذلك، وكذلك المسافر، المسافر له أن يفطر في مدة سفره لأن السفر شاق، فلا يجتمع عليه مشقة السفر ومشقة الصيام، الله خفف عنه وأباح له الإفطار في رمضان، رخص له وأمره بالقضاء في المستقبل من أيام أخر. والسفر لا بد فيه من المشقة، ولو قالوا ما فيه مشقة في وقتنا الحاضر فيه مشقة، ولو كان على وسائل النقل السريعة طائرات أو السيارات فالمشقة موجودة على المسافر، الذي سافر على الطائرة ربما أنها تتأخر الرحلة، ربما تتعطل، ربما يعرض للطائرة عارض يصرفها عن اتجاهها إلى اتجاه آخر تحصل المشقة، فالمسافر لا يخلو من المشقة ولو كان في وسائل نقل سريعة، فالمشقة متوقعة، والله حكيم عليم حيث شرع للمسافر أن يفطر مطلقا سواء كان يحس بمشقة أو لا يحس، فالمشقة من لازم السفر، وجاء في الحديث أن السفر قطعة من العذاب لما فيه من المشقة. هذا هو المسافر الذي يباح له الفطر، وهو الذي يقصد مسافة تبلغ مسيرة يومين للراحلة أو ما يسمى سفرا ويؤخذ له العدة ويؤخذ له الزاد والمزاد، فهذا هو السفر الذي يبيح الفطر. أما السفر القصير، مسافة القصيرة، فهذه لا تبيح الإفطار، كالذي يخرج إلى جدة من مكة
هذا لا يباح له الفطر لأن المسافة قصيرة. وكذلك ما كان دون 80 كيلو هذا لا يعد سفرا، هذا لا يعد سفرا، فلا يباح له الإفطار ولا القصر قصر الصلاة لأنه في حكم الحاضر، في حكم الحاضر. فهؤلاء هم الذين نص الله على الترخيص لهم في الإفطار، المريض والمسافر. وهناك المرأة الحائض والنفساء تفطران ولا يجوز لهم الصيام في حالة الحيض، في حالة النفاس، لأنهما في هاتين الحالتين يخرج منهما الدم الذي به قوة البدن، فلا يجتمع على المرأة المسلمة، لا يجتمع عليها ضعف البدن بالحيض والنفاس والصيام. الله خفف عن المرأة الحائض والنفساء، وهذا ثابت لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يفطرن في رمضان إذا أصابهن الحيض أو الولادة، مدة الحيض أو مدة النفاس، تخفيفا من الله سبحانه وتعالى عليهن. وهذا بإجماع العلماء أن الحائض تفطر والنفساء تفطر، ولا يجوز لهم الصيام ولا يصح، لو صامتا ما صح صيامهما، تقضيان قدر ما أفطرتا بالحيض أو النفاس. هؤلاء هم أصحاب الأعذار. وكذلك يباح الفطر للحامل والمرضع إذا كان الصيام يشق عليهما، الحامل إذا كان الصيام يشق عليها مع الحمل أو يشق على ولدها على جنينها، لأن قال الأطباء إن الصيام يؤثر على الحمل لأن الحمل يتغذى في أرحام الأم، يتغذى منها، فإذا صامت فإن كان الصيام يضعفها ويؤثر على الجنين بتقرير الأطباء فإنها تفطر. وكذلك المرضع التي ترضع الطفل إذا كان الصيام يقلل اللبن أو ينشف اللبن فيتضرر الرضيع فإنها تفطر وتأكل وتشرب من أجل أن يتوفر اللبن، توفر الحليب للرضيع رحمة به ولا تصوم. أما إذا كانت الحامل تطيق الصيام ولا يؤثر على حملها، وكذلك المرضع إذا كانت تطيق الصيام ولا يؤثر على رضيعها فإنه يجب عليهما الصيام. هؤلاء هم أصحاب الأعذار الذين دل الكتاب والسنة والإجماع على أنهم يفطرون في رمضان. وأما
أما الأعمال، الأعمال التي يعمل الإنسان في البلد إنها لا تبيح الإفطار، ما يجوز الإفطار للعمال الذين يشتغلون، الذين يشتغلون في المصانع أو يشتغلون في المزارع أو يشتغلون في المباني، لا يجوز لهم الإفطار لأنه لا دليل على إفطارهم. وما زال المسلمون يعملون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالوا يشتغلون في الأعمال المختلفة، ولم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار لأنهم ليسوا مرضى ولا مسافرين، بل هم مقيمون وأصحى، فيجب عليهم الصيام ولو كانوا يعملون، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشتغلون يطلبون الرزق ويشتغلون في الزراعة ويشتغلون في الحرف والأعمال، ولم يرخص لهم بالصيام من أجل العمل. فيجب الصيام على العمال وعلى المحترفين وعلى الصناع، يجب عليهم الصيام ولا يجوز لهم الإفطار لأن الله لم يرخص في الصيام من أجل العمل، مع أن العمل كان موجودا في وقت نزول القرآن، وكان الناس يشتغلون في وقت نزول القرآن وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يشتغلون في مزارعهم، يشتغلون في بنائهم، يشتغلون في رعيهم للمواشي في البر، الرعاة كانوا يشتغلون في النخيل، وما رخص لهم الله جل وعلا ولا رسوله في الإفطار. هذا ويتعلق بالقضاء أمور، يتعلق بالقضاء أمور لا بد من التنبيه عليها. من كان عليه قضاء من رمضان فأولا الوقت موسع له ما بين الرمضانين حتى لا يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه حينئذ القضاء لأن الوقت ضاق، فلا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر وهو غير معذور. أما إن كان معذورا فإنه يجوز له أن يؤخر ولو بعد رمضان آخر، أما إذا أخره بعد رمضان آخر من غير عذر فعليه القضاء وعليه الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير، عن تأخير القضاء من غير عذر حتى أتى عليه رمضان آخر. الحاصل أن القضاء لا يسقط عنه، لا بد أن يقضي ولو بعد سنين، ولا يتبرأ ذمته إلا بقضاء الأيام التي أفطرها ولو بعد سنين. وهنا ترد أسئلة من بعض النساء، أسئلة متكررة، أنهن في أول بلوغهن يجهلن الصيام فلا يصمن بعد الحيض، بعدما تبلغ المرأة منهن من لا تصوم،
لأنها لا تدري وليس عندها من ينبهها، أو أن أهلها لا يريدون منها أن تصوم من أجل أن تشتغل للرعي أو الحطب أو غير ذلك، فلا يأمرونها بالصيام. يمر عليها سنين وهي لم تصم رمضان أو رمضانات متعددة، فهذه يجب عليها القضاء ولو تعددت الرمضانات ولو كثرت الأيام التي أفطرتها، والجهل لا يسقط الواجب. الصيام ركن من أركان الإسلام لا يسقطه الجهل، فيبقى في ذمتها، فعليها أن تقضي ما تركته من الصيام بعد بلوغها ولو كانت جاهلة. الجهل إنما يسقط الإثم فقط ولا يسقط الواجب، فعليها أن تقضي ما فات عليها في أول حياتها ولو في آخر حياتها إبراء لذمتها. هذه مسألة، أن القضاء موسع ما بين الرمضانين إلى أن لا يبقى على رمضان الجديد إلا قدر الأيام التي عليه، فحينئذ يجب عليه أن يقضي ما عليه من الأيام قبل أن يدخل عليه رمضان جديد. المسألة الثانية، من كان عليه قضاء من رمضان، من كان عليه قضاء من رمضان ويريد أن يصوم الست من شوال، يريد أن يصوم الست من شوال وهو عليه قضاء من رمضان، وهذه مسألة كثر السؤال عنها، فهذا يجب عليه القضاء أولا، يجب عليه أن يقضي ما عليه قبل صيام الست، ثم إذا قضى ما عليه يصوم الست من شوال إذا بقي في شوال أيام، يصوم الست بعد القضاء ولا يقدم صيام الست على القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. من صام رمضان دل على أن الست لا تشرع إلا بعد صيام رمضان، والذي عليه قضاء ما صام رمضان، باقي عليه أيام فيكملها ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال، لأن القضاء فريضة والست من شوال نافلة، فلا تقدم النافلة على الفريضة. وللحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فدل على أنه لا تصام الست من شوال حتى يصام رمضان. المسألة الثالثة، أن الله سبحانه وتعالى قال: فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر، فدل على أن له أن يصوم الأيام التي عليه متتابعة أو متفرقة، لأن الله لم يشترط التتابع بل قال عدة من أيام أخر، فله أن يصومها متتابعة وله أن يصومها متفرقة، وإن كان التتابع أفضل إبراء لذمته، لكن لو فرقها فإن هذا يجوز، فإن هذا يجوز له.
وقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا عرفنا المراد بالآية وأنها في الشيخ الكبير الهرم والمريض المرض المزمن، فهذان لا يطيقان الصيام لا حاضرا ولا مستقبلا، فيقدمان الفدية، فدية طعام مسكين عن كل يوم، فدية طعام مسكين عن كل يوم، فيعد الأيام التي عليه ويقدم عن كل يوم طعام مسكين نصف الصاع، كيلو نصف عن كل يوم، سواء دفعها جملة واحدة أو فرقها، وسواء أعطاها لعدة مساكين أو لمسكين واحد، فلك أن تجمع، لك أن تجمع كفارة الشهر كله بعدد الأيام تدفعها لفقير أو لأهل بيت فقراء، ولك أن تفرقها لأن تعطي عدة مساكين أو عدة بيوت، توزعها على عدة بيوت أو عدة مساكين، كل هذا جائز، لأن الله أطلق في قوله فدية طعام مسكين. المهم أنك تكفر عن الصيام في حق من لا يستطيعه عن كل يوم إطعام مسكين. ومن تطوع خيرا فهو خير له، من زاد على إطعام المسكين ودفع أكثر فالباب مفتوح، والصدقة كل ما أكثرت منها فهو أفضل، فإذا أردت أن تزيد على إطعام المسكين فلك ذلك، لأن هذا زيادة خير، ومن تطوع خيرا، إطعام المسكين هذا واجب وفرض، وما زاد عليه فهو تطوع، من تطوع يعني زاد على ذلك، تطوع خيرا فهو خير له. ثم قال سبحانه وأن تصوموا خير لكم، هذا كما سبق في ختام الآية الأولى قوله لعلكم تتقون، بين سبحانه أن الصيام وقاية للعبد يقيه من المكروهات في الدنيا والآخرة، وفي هذه الآية وأن تصوموا خير لكم، الصيام كله خير وكله بركة وكله رحمة وكله مغفرة وتكفير للذنوب، يتقرب العبد إلى ربه بترك شهواته ويؤثر رضا ربه على رغبة نفسه، فهذا يحصل على الخير العظيم من الله سبحانه وتعالى، فوصف الصيام بأنه خير، وصفه بأنه تقوى، مما يدل على فضل هذا الصيام ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من يقول وأن تصوموا خير لكم، هذا بناء على أن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر
خير المسلمين بين الصيام أو الإطعام، هل في أول الأمر خيرهم بين أن يصوموا وبين أن يطعموا، هذا من باب التدريج، التدريج التدرج بهم من الأسهل إلى الأشق، فكانوا في الأول مخيرين بين الصيام والإطعام في أول الإسلام، ثم إن الله نسخ التخيير وأوجب الصيام حتما، فقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم هذا بناء على القول بأن الأمة كانت في أول الأمر مخيرة بين الصيام والإطعام، والصيام خير من الإطعام، صيام خير من الإطعام، هذا في أول الأمر، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون، تعلمون هذه الخيرية، وأن الصيام خير لكم، وإن كان الصيام فيه فطام للنفس وفيه مشقة ومحبوبة فإن الصيام خير له من الإفطار، الصائم خير من المفطر، المفطر يتناول الأكل والشرب والمباحات، ولكن الصائم الذي ترك هذه الأشياء تقربا إلى الله خير منه. إن كنتم تعلمون فضل الصيام وأجر الصيام فهو خير لكم. الإنسان لا يعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قد يتصور بعض الناس أن الإفطار خير من الصيام، لأن الإفطار فيه راحة وفيه أكل وشرب وفيه تناول للشهوات وفيه توسع وفيه قوة، تصور بعض الناس أن الإفطار خير من الصيام لأنه لا يعلم. الله جل وعلا قال الصيام خير من الإفطار، لأن الله يعلم ما للصائم من الأجر والثواب، ويعلم ما في الصيام من المصالح العظيمة العاجلة والآجلة، فالله جل وعلا لا يشرع لعباده إلا ما فيه مصلحتهم، سواء ظهرت لهم هذه المصلحة أو خفيت عليهم ولا يعلمونها، كما قال في الجهاد، كما قال في القتال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، كذلك هنا قد يحب الإنسان الإفطار وتناول الشهوات وهذا شر له، ويكره الصيام لأن فيه فطام النفس عن مشتهياتها، ولكن ذلك خير له، والله جل وعلا يعلم ما فيه مصالح العباد عاجلا وآجلا، ولذلك أوجب عليهم الصيام الذي فيه ترك شهواتهم ومألوفاتهم والمشقة على النفوس، أوجب عليهم الصيام لأنه يعلم منافع الصيام وفوائده عاجلا وآجلا، وهذه حكمة الله جل وعلا، الله لا يشرع شيئا إلا لحكمة عظيمة، ومن ذلك الصيام
إن الله شرعه لحكمة عظيمة، وإن كان الإنسان يثقل عليه الصيام ويكره الصيام كراهة نفسية، يكرهه كراهية نفسية لا كراهية دينية، أما الذي يكره العبادات كراهية دينية هذا كافر، لكن قد يكره الأشياء كراهية نفسية فقط، حكم طبيعته الإنسانية. وأما إذا كان يكره الصيام دينيا هذا من المنافقين، هم الذين يكرهون ما أنزل الله عز وجل ويكرهون ما يرضي الله ويحبون ما يسخط الله، هذه صفة المنافقين. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ما في الصيام من المنافع العظيمة مع ما فيه من المشقة والجهد، فإن عاقبته صلاح للمسلم وعاقبته خير للمسلم، يكفه عما يضره. الصيام خير للمسلم حتى في صحته، حتى في صحته، لأن الصيام يحميه، الصيام حمية يحميه من التخليط بالطعام والشهوات والبطنة التي تضره، فهو حمية يكسب الإنسان صحة في بدنه وعلاج، هو علاج عظيم للإنسان. ولذلك حتى الكفار ينصحون بالصيام لما فيه من الصحة، ما فيه من العلاج للبدن، وما فيه من إخلاء المعدة من الرواسب التي تضر الإنسان، فالصيام صحيا من أحسن العلاج، ودينيا من أحسن العبادات، فهو يجمع بين مصالح الدين والدنيا، هذا هو الصيام. فلله الحمد على منه وكرمه وإحسانه حيث شرع لنا الصيام الذي به مصالحنا عاجلا وآجلا، وفيه خيرنا وفيه حياة القلوب وفيه طهارة النفوس وفيه التعود على الطاعة والتغلب على النفس. والصيام يغلق مجاري الشيطان في بدن المسلم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام المسلم فإن ذلك يطرد عنه الشيطان ولا يتسلط عليه مثل ما يتسلط على المفطرين الذين ينالون الشهوات، فيتمكن الشيطان من إغوائهم. أما الصائم فإن الشيطان يبتعد عنه، لأنه لا يبقى للشيطان في بدن الصائم، لا يبقى للشيطان مجهود فيه فيبتعد عن الصائم. فلله در الصيام، ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. خير لم يحدد سبحانه هذه الخيرية لأنها عامة، خيرية
عامة في الدين والدنيا. الصيام فيه مصالح عظيمة للمسلم، فلذلك فرضه الله علينا في شهر رمضان وشرعه لنا زيادة على رمضان، لأن صوم التطوع، صيام التطوع بما فيه من الخير، فلا يقتصر المسلم على الصيام الواجب فقط، صيام الواجب يكفي، لكن المسلم بحاجة إلى زيادة من الخير فيصوم صيام التطوع كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. قبل أن نبدأ في الأسئلة، نرجو من الإخوة أن تكون أسئلتهم مختصرة وأن تكون بخط واضح حتى نتمكن من طرحها على الشيخ إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا؟ إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا لم تصح صلاته. إذا تعمد ترك التشهد الأول، إذا تعمد ترك التشهد الأول لم تصح صلاته. إذا تعمد ترك التكبير، تكبيرات الانتقال، إذا تعمد ترك تكبيرات الانتقال لم تصح صلاته. إذا تعمد ترك رب اغفر لي بين السجدتين، أو ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، أو ترك سبحان ربي الأعلى في السجود، إذا تعمد هذه الأشياء، تعمد ترك هذه الأشياء أو بعضها ولو واحدا منها لم تصح صلاته. أما إذا ترك الواجب سهوا فإنه يجبره سجود السهو. نعم. يقول السائل: حصل لي حادث سير، والذي صدمني سيارته مؤمنة، واشترطت عليه إصلاح سيارتي، وأنا أعلم أنه سيصلحها لي من مال التأمين، فما الحكم في ذلك؟ هذا في ذمته هو، والمهم أنه يصلح سيارك بسبب عدوانه عليك وإتلاف سيارك وإضرار سيارك، هو يصلحها، وأما المال الذي يدفعه هذا في ذمته هو. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: تحصلت على تذكرة مجانية ذهابا وإيابا، والذي أعطاها لي مسؤول في شركة الطيران، مع العلم أنني لست موظفا بالشركة، فما الحكم في ذلك أثابكم الله؟ إذا علمت أن هذه التذكرة لا تستحقها، إذا كنت لا تستحق هذه التذكرة فلا يجوز لك استعمالها، لأن هذا من أكل المال بالباطل، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أفتون في طفل الأنابيب، وهل كشف العورة من أجل التداوي لطلب الولد من الضرورات المبيحة لكشفها؟ وهل طلب الولد حاجة أم ضرورة؟ وهل تنزل هنا الحاجة منزلة الضرورة؟ وجزاكم الله خيرا. طفل الأنابيب هذا من العبث الطبي، هذا من العبث الطبي، ولا يجوز فعله، لأن فيه محاذير: أولا كشف العورات بدون ضرورة، إنجاب الأولاد ليس ضروريا، إن تيسر من الله سبحانه وتعالى فهذا مطلوب،
أما إذا لم يحصل إلا بطريق الأنابيب هذا لا يجوز لما فيه من كشف العورات. وثانيا من يأمن الأطباء على نسب هذا المولود؟ هم عندهم مياه ومهمتهم أنهم يأخذون الدراهم يعملون العملية وتنجح علشان يأخذون دراهم. من يضمن لنا أنها النطفة هذه أنها من الزوج؟ هم محل ثقة؟ ما هم متهمون لأنهم يريدون المال ويريدون الدراهم ويريدون أن تنجح عمليتهم، هذا اللي يريدون. فمن يضمن أن هالولد هذا أنه من ماء الزوج؟ ففي هذا ضياع للأنساب. وطلب الذرية الله جل وعلا جعل له طرقا شرعية، الزواج، جعل الزواج والاتصال بين الزوجين، وإذا تأخر الإنجاب يعالج. هناك أدوية إن كان هذا العارض تنفع فيه الأدوية الحمد لله، وإن كان هذا العارض لا تنفع فيه الأدوية هذا عقيم. الله جل وعلا يقول ويجعل من يشاء عقيما، فعليك ببذل الأسباب المشروعة. أما اللجوء إلى أمور فيها محاذير وفيها شر ألا تلجأ إليها؟ نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل أعطى زكاة ماله لإنسان يثق فيه وقال له بدون تقييد اعطها لمن تراه يستحقها من الفقراء الطيبين، وهذا الرجل هو من أحوج الناس لهذه الزكاة، ومنعه الحياء أن يخبر صاحب المال عن حاله، فهل يستطيع أن يتصدق عن المزكي بهذه الزكاة على نفسه لكونه يستحقها، ولكون الرجل صاحب المال لم يعين بهذا المال، إنما وكل ذاك المحتاج بأن يعطيها لمن يراه أهلا لها، وبارك الله فيكم؟ لا يجوز هذا، لأنه وكيل، والوكيل لا يأخذ لنفسه، الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا بإذن الموكل. إذا كان محتاجا عليه أنه يقول للموكل أنا بحاجة، أنا تأذن لي أخذ منها، فإذا أذن له فلا بأس. أما أنه لا يخبر الموكل ويأخذ لنفسه هذا لا يجوز. الوكيل لا يأخذ لنفسه، الوكيل لا يشتري لنفسه، لا يبيع على نفسه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هذا الحكم صحيح وهو أن الإشارة بالسبابة في التشهد يكون بغير تحريك لأن لفظة التحريك شاذة، وجزاكم الله خير؟ الأمر واسع ولله الحمد، لو ما حرك السبابة أصلا لا حرج عليه، صلاة تامة. لو رفع السبابة بدون تحريك لا بأس، لو رفعها وحركها لا بأس، الأمر واسع في هذا، ولا حاجة إلى كثرة الجدال في هذه الأمور. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: أنني لا أستطيع أن أخشع تمام الخشوع في الصلاة القيام، فهل يجوز لي أن أقرأ وراء الإمام من المصحف في سري، وجزاكم الله خيرا؟ هذا بالعكس، هذا يذهب الخشوع. إذا كان أنك تقرأ بالمصحف هذا يشغلك، هذا يشغلك عن الاستماع للإمام ويذهب عنك الخشوع، لأنك اشتغلت بالقراءة الحروف. الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والإنصات معناه قطع الحركات والإصغاء إلى كلام الله سبحانه وتعالى، فعلى المأمومين أنهم يستمعون لقراءة الإمام ولا يأخذون المصاحف معهم ويقرؤون الحروف يتابعون الإمام. نعم. يقول السائل: هل يوجد نص أو حديث يقول فيما معناه
أن من أذنب ذنبا من أهل مكة فإن عذابه مضاعف لأنه في البلد الحرام. نعم، الحسنة تضاعف في الحرم أكثر من غيرها، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة لما سواه، الحسنات تضاعف أكثر، السيئات لا تضاعف، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، سيئة واحدة، ولكن هذه السيئة تغلظ، تكون مغلظة وعقوبتها أشد في الحرم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، سواء كان الذي فعل المعصية في الحرم من أهل مكة أو من غير أهل مكة، يشملهم الوعيد الشديد. نعم. يقول السائل: ما حكم كشف الوجه للمرأة المسلمة البالغة؟ لا يجوز للمرأة المسلمة البالغة أن تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها، لأن الوجه هو أشد الفتنة، والأنظار تتجه إلى وجه المرأة أكثر من غيره، لأنه هو مركز الجمال في المرأة، هو مركز الجمال في المرأة، وهو أشد فتنة، فيجب عليها أن تغطيه، قوله صلى الله عليه لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار هو غطاء الرأس، أمرها الله أن تدليه على الجيوب، على فتحة الجيب، فتحة الثوب، فإذا كانت مأمورة بأن تستر نحرها، مأمورة بأن تستر النحر، فالوجه أشد فتنة من النحر. إذا كانت المرأة لا يحل لها أن تخرج كفيها عند الرجال أو تخرج قدميها عند الرجال، فالوجه أشد فتنة من الكفين وأشد فتنة من القدمين، فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تحتجب الحجاب الكامل حتى تسلم من الفتنة ويسلم غيرها، لا تفتتن هي ولا تفتن غيرها. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول صاحب السؤال الذي أخذ التذكرة من صاحب الشركة أن التذكرة التي أخذها قد استعملها، فكيف يفعل الآن؟ عليه أن يتصدق بقيمتها إبراء لذمته، تصدق بقيمتها إبراء لذمته. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم من أفطر حينما أذن مؤذن مسجد الحي على أذان المدينة النبوية وأنا في مكة المكرمة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي أفطر على أذان المدينة وهو في مكة، هذا في فارق توقيت، في فارق توقيت بين البلدين، فعليه أنه يقضي هذا اليوم. إن كانت المدينة تتأخر في غروب الشمس عن مكة فعليه أن يقضي، إن كانت المدينة بالعكس، إن كانت المدينة يتقدم غروب الشمس فيها على مكة عليه أنه يقضي، أما إن كان غروب الشمس في المدينة يتأخر عنه في مكة فليس عليه شيء. نعم. وهذا يرجع فيه إلى التقويم، يرجع فيه إلى التقويم، يشوف الفارق بين المدينة وبين مكة. نعم. هو يقول في السؤال أنه أفطر على أذان المسجد الذي أذن على وقت المدينة. نعم. المسجد الذي أذن على توقيت المدينة، يعني أفطر على أذان مسجد حيه الذي أذن على وقت المدينة. المسجد مخطئ في هذا، إذا كان يؤذن على توقيت المدينة وتوقيت المدينة متقدم على توقيت مكة، فالمؤذن مخطئ ولا يجوز تقليده في هذا. أما إذا كان توقيت المدينة متأخرا عن توقيت مكة فلا بأس. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: جئت من أبها آخر يوم في شعبان، عملت العمرة نفس اليوم،
هل هذه عمرة رمضان أم لا؟ جزاكم الله خير. نعم. يقول جئت من أبها في آخر يوم من شعبان عملت العمرة، هل هذه عمرة رمضان أم لا؟ عمرة رمضان ما وقعت في رمضان، إذا كنت أديتها بعد دخول رمضان فهي عمرة في رمضان، أما إن كنت أديتها قبل دخول شهر رمضان فهي ليست في رمضان، في شعبان. نعم. يقول السائل كيف السبيل إلى تخليص أولادي الصغار من أجهزة التلفاز والسيتلايت، وهل أتخلص منهما أم أمهد لذلك، وكيف السبيل إلى ذلك التمهيد؟ جزاكم الله خيرا. الخلاص بيدك أنت، الخلاص بيدك أنت، أبعد هذه الوسائل عن بيتك وأبعدها عن متناول أولادك، تسلم أنت وهم وأهل البيت، وهذا شيء يسير عليك سهل، أبعد هذه الوسائل عن بيتك تسلم منها. نعم. يقول السائل هل للقطتي أو هل اللقطة في مكة لها حكم خاص؟ نعم، اللقطة في مكة يلزم المنادات عليها إلى أن يأتي صاحبها ولو تأخر عن السنة، خلاف اللقطة في غير مكة غير الحرام ينادي عليها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا صارت له، صارت للملتقط. أما لقطة مكة فلا تملك أبدا، وإنما ينادي عليها حتى يجد صاحبها أو يتركها في مكانها ولا يأخذها، إذا كان لا يقوم بذلك يتركها ولا يتحمل مسؤوليتها. نعم. تابكم الله. يقول السائل امرأة حلفت أنها لا تدخل بيت جارتها وقد دخلت، فما عليها؟ عليها كفارة يمين، إذا حلفت أن لا تدخل بيت جارتها فدخلته أو أرادت دخوله عليها أن تكفر عن يمينها طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل ما حكم التأمين الإجباري على السيارات؟ التأمين لا يجوز، التأمين التجاري لا يجوز، لا على السيارات ولا على الآدميين ولا على الممتلكات ولا على البضائع، كلها أكل المال بالباطل، فلا يجوز أي نوع من التأمين التجاري. نعم. يقول السائل لي شقيق يعمل في بلاد الكفر وعمله هنالك يتمثل في الاعتناء بالخيول التي تستعمل في الرهان، وأنا لست أدري إن كان راتبه يتقاضاه من أرباح القمار أم من مصدر آخر، فهل يجوز لي أن أستلف منه مبلغا من المال مع العلم أنني في أمس الحاجة إليه، وهل أقبل منه هداياه التي يجلبها لي من خلال عودته إلى البلدة؟ ما دام أنك لا تعلم المال حرام فلك أن تقترض منه، إذا كنت ما تعلم وإنما عندك شك فقط فالأصل في الأموال الحل والحمد لله، أما إذا علمت أن هذا المال حرام فلا يجوز لك أنك تستعمله. نعم. يقول أنا طالب بالجامعة وقد حرمت من المنحة بسبب عدم دفع أبي مبلغ الضرائب التي تؤخذ كما هو معلوم بغير حق، فهل يجوز لي أن أدفع رشوة مثلا للحصول على الورقة التي تمكنني من الاستفادة من المنحة، يعني من المنحة؟ ادفع الضريبة لأنك مكره على هذا، تدفع الضريبة تأخذ الورقة، أما الرشوة لا تجوز، دفع الرشوة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية، الرشوة لا تجوز، لكن إذا أكرهت على دفع الضريبة فادفعها من أجل طلب العلم ولا تنقطع من طلب العلم. نعم. يقول السائل
ما حكم إقامة المسلم في ديار الكفر بسبب عسر الظروف المعيشية في بلاده؟ لا يجوز الإقامة في بلاد الكفر إلا بشرطين. الشرط الأول أن يقدر على إظهار دينه، أن يقدر على إظهار دينه، والشرط الثاني أن يكون محتاجا إلى ذلك، لأن احتاج إلى طلب المعيشة أو طلب الرزق، وليس هناك بلد، ليس هناك بلد من بلاد المسلمين يحصل فيه على المعيشة، فهذا يجوز له بقدر الضرورة. أما إذا وجد بلدا من بلاد المسلمين يمكنه أن يعيش فيه فلا يجوز له الإقامة في بلاد الكفر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل تصح الصلاة خلف إمام قبوري لم تقم عليه الحجة؟ الحجة يا أخي قائمة منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، والحجة قائمة لا سيما على الذين يدعون الإسلام، الحجة قائمة عليهم لأنهم يقرؤون القرآن ويقرؤون الأحاديث وينتسبون إلى الإسلام، والإسلام يحرم عبادة القبور، القرآن يحرم الشرك بجميع أنواعه، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم البناء على القبور وتحرم الدعاء عند القبور، تحرم الصلاة عند القبور، هذا واضح في الإسلام ما يخفى، لا سيما على الذي يدعي أنه مسلم أو ربما يكون من العلماء، ربما يكون عالما لكنه من علماء الضلال. فالحجة قائمة منذ بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قد بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم وبين للناس وأقام الحجة على جميع الناس. نعم. فكيف يدعي أنه مسلم وهو يعبد القبور؟ يا سبحان الله، الإسلام في ناحية وهو في ناحية أخرى بعيدة عن الإسلام. نعم. يقول السائل: التزمت بالصيام والصلاة منذ 20 عاما ولله الحمد، ولكن قبل ذلك لم أكن ملتزما فكنت